سمية أحمد من القاهرة، عندي 24 سنة، اشتغل مضيف الطيران. الحلو فيها ان انت بتاخدي اكسبيرينس كتير قوي من الحياه عامه، انت بتقابلي ناس جميع الالوان وجميع الاشكال وجميع اللغات. نربط الحزام عشان انا صوتي دلوقتي هوصلكم ويطيركم. باي باي. سمية الصادي من القاهره، هتغني ايه؟ يعني اغني حاجه قديمه حاجه جديده. يعني ممكن شيرين، ممكن فايزه. طب انا عايز شويه تفاؤل كده. يعني اقول لك حاجه، انت في العادي بتتكلمي كده لما تكوني؟ لا عشان انا خلاص يعني مثلا انا واقف معاكي بتكلم معاكي، عارف اللي هو ازيك يا سميه عامله ايه، ازيك يا وائل، فاهم؟ صح اوريدي ولا حق على طول؟ لا 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 اتفضلي. ان شاء الله هتعيشي خيرا كده. ان شاء الله. انا قلت لكم انت ليه متوقعه البلا قبل وقوعها؟ لا انا توقعت انها مفتوحه. لا مش مفتوحه كده، ما شاء الله زي القمر كده، شكلك واثقه وتمام. يعني يبكي لي على حاله ويحكي لي واقول ماله، بيبكي لي على حاله ويحكي لي واقول ماله، فضلت ابكي عليه واسمع ودقة قلبي اه توجع، فضلت ابكي عليه واسمع ودقة قلبي اه توجع. الو الفضا واطير وارفرف بالفضا. المره الجايه عايزه تفتحي صوتك بقى شويه. اسلم عليك. سلام. انا بس عشان ما اترقش. انت يا حبيبتي ربنا يخليك. باي باي. مبروك يا حبيبتي، مبروك. مبروك مبروك مبروك. كده بضحك. ايه؟ كده بضحك. ايوه كده صوتك عالي. لا لا على فكره انا لازم اعمل لكم شويه تمارين بقى بجد. بترعش صاحي من الصبح. طيب يا سلام، ما انت صاحي من الصبح. طب ماشي، ما انت صاحي من الصبح وصوتك رجع اهو. موجود يعني؟ اه خلي عندك ايمان بنفسك، ما دام انت عبانه ومتوتره وما عندكش ثقه وكسبتي، امال لو انت عندك ثقه. خلي بالك ان التصفيات مش سهله.